الموهوبين ثروة الأمة ومستقبل ازدهارها وتفوقها، وسعيت بجدية ودأب لتطوير ملكاتهم وتوفير بيئة تترجم إبداع موهبتهم. ومن هذا المنطلق عادت فعالية سوق المواهب في دورتها الثانية، فبعد نجاح مبادرة سوق المواهب الذي أقيمت في مدينتي الرياض وجدة، يعود سوق المواهب اليوم إلى الرياض التي انطلق منها العام الماضي، ليفتح أمام الشباب الطموح فرص عمل قيمة عبر جمعهم مع أصحاب منشآت الباحثين عن جيل جديد من الموهوبين المصرين على النجاح والانطلاق نحو المستقبل. طبعاً فكرة سوق المواهب هي ربط المنشآت أو الشركات الصغيرة المتوسطة بأصحاب المهارات والمهن لعرض فرص العمل للناس هذه اللي تبحث عن فعلاً فرص عمل في مجالات مختلفة أو في المجالات والمهارات الموهبة اللي هم يمتلكونها. طبعاً المعرض عندنا مقسم لقسمين رئيسيين، معرض المواهب التفاعلي وسوق الفرص. سوق الفرص يتم فيها عرض الوظائف أو فرص العمل اللي مطروحة. معرض المواهب التفاعلي لا، هي فرصة فيها برامج مختلفة اللي هي مسألة إعادة تعريف الموهبة، فيها ورش عمل تقام، فيها استشارات مهنية، فيها استشارات قانونية، فيها أيضاً مهارات التفكير الإبداعي وكيف الناس تطور في هذا المجال. هذا تقريباً المعرض بشكل عام لعرض سوق المواهب. تم إطلاق في هذه الفعالية منصة إلكترونية لسوق المواهب، واللي راح يتم تطويرها إن شاء الله بشكل مستمر لتفعيل هذه المنصة وربطها مع عدة جهات ذات العلاقة وذات الأهمية اللي فعلا تصب في صالح المصلحة المنصة الإلكترونية نفسها. الهدف هي إعادة ربط زي ما قلنا قبل، الشركات الصغيرة المتوسطة دائما تبحث مشكلتها الرئيسية في استقطاب المواهب أو الناس أصحاب المهارات اللي فعلا تلبي احتياجهم، واللي دائما تكون الشركات الكبيره دائما تاخذ هذه المهاره هذا الناس. احنا في هذا المجال حابين نطرح فعلا هذه الفكره، وان الشركات الصغيره المتوسطه اتحنا الفرصه لهم، انه انتم فقط موجودين، الناس راح تجي، انتم اللي موجودين فقط، ما في اي شركات كبيره تاثر. حبينا نعزز فكره ايضا انه مساله العمل في الشركات الصغيره والمتوسطه جدا مهم للناس كلها، انه ترى الموضوع مش فقط انه شركه كبيره او شركه صغيره، هي المساله ادائك وعملك هو اللي ياثر على انتاجيتك في هذه الشركه سواء كبيره او صغيره. فالعمل في الشركات الصغيره ايضا جدا قد يكون انفع لك من العمل في شركات كبيره. فهذه الفكره الرئيسيه من معرض سوق المواهب. في عندنا جزء كبير من الاستشارات المهنيه اللي مع مختصين ومع مستشارين يقدم لهم استشارات مهنيه كامله في مجال سواء لاصحاب الشركات او حتى اللي اصحاب الباحثين عن فرص عمل. العرض هنا يكون بعض الشركات اللي عارضه عارضه لشركاء مؤسسين، فممكن اللي يلقى نفس الفكره الخاصه فيه ممكن انه يكون بينهم تعاون بطريقه معينه بين هذه الشركه وصاحب الفكره. بالعكس، المجال مفتوح لكل الناس، الفرص موجوده كثيره في كل المجالات. حاول انك تبحث عنها في كل مجال، لا تبخس حقك، حاول انك تعرف كل المجالات اللي ممكن انت فعلا موهوب فيها او عندك مهارات فيها، ابعد عن الفرصه المناسبه واعمل الشيء المناسب. رحلة إعادة تعريف الموهبة، وهي رحلة يبدأ فيها الموهوب بالمحطة تلو الأخرى للاستماع للمواهب الذين يعرفون بأنفسهم وكيف اكتشفوا مواهبهم. طبعاً زي ما أنتم شايفين معاكم أفضل فنان في الشرق الأوسط، الرسام زياد. أنا الموضوع بدأ معي من يوم أنا في الابتدائي، المدرس كان يقول لي أنت راح تكبر وتصير أكبر فنان. كنت أسلك له، إني داري ذا الموضوع من قبل. أنا عندي فرشة ما عندي فرشة أرسم، عندي لوحة ما عندي لوحة أرسم، تلقاني أرسم على الجدار، أرسم على السيارات، أرسم على الملابس، على كل شيء. أنا ما خليت الرسم إن كموهبة في البيت وبس، لا، قمت أشارك معارض، شاركت معارض هنا بالرياض، شاركت معارض برا، لما خليت الرسم مصدر دخل لي. تفضل الموهبة الثانية. أهلا، أنا سلمان. لا يغركم الشكل، ترى عمري 15 سنة بس. اكتشفت موهبتي يوم كان عمري بس 9 سنين، مسكت الساندويتش حقي قسمته نصين، نص لي ونص الخوي احمد. خويي يوم ذاق الساندويتش ما صدق، علم اخوياي واخويا اخوياي والوكيل، حتى المدير درى ان انا اسوي ساندويتشات. لو تشوفون امي كانت تستغرب، شلون تخلص المقاضي بسرعه؟ تحطها بوف اختفت، شلون انا ما ادري. قلت لها بعدين ان انا ابيع في المدرسه، اقول لكم من وراي المقصف فلس، ما في اي احد صار يشتري من المقصف. من حبي للطبخ صنعت مصدر رزق لي، وأنا أصغر شيف سعودي. أهلا وسهلا، حياكم الله. اسمي صالح وموهبتي غير تقليدية، موهبتي تستحق التصديق زي كذا وممكن أكثر. كيف أني أقدر أختار الكلمات بعناية بكل فن وأكون منها جمل، أكون جملتين لكن في الصميم. دخلت مجال الإعلانات وصرت مبدع في هذا المجال، وزي ما يقولون خير الكلام ما قل ودل،
جملتين أسوي لك فيها أكبر حملة إعلانية ممكن تشوفها. إعلانات انتشرت في كل مكان، في السوشيال ميديا وفي التلفزيونات وحتى في الجرائد والشوارع، إلا ما تلقى إعلان لي. وبكذا أنا طورت موهبتي البسيطة في كتابة المحتوى بأنها صارت مصدر دخل لي. هذه موهبتي باختصار، وتفضلوا مع صديقي عبد الرحمن. أهلا وسهلا، أنا الموهوب عبد الرحمن، وموهبتي باختصار هي فن الأقناع. بدأ الموضوع معي من يوم وأنا صغير في الحارة، كنا نلعب مع الشباب بالمساقيل او البراجون. كنت اقدر اقنع اي شخص في الحاره انه المسقال اللي معي سوى 10 من اللي معاه بشخص تخفيض بسيطه فيها او لون. اتطور الموضوع برضو في البيت، اللي يقنع امي وابوي من بين اخواني انا، اذا نبغى بلاي ستيشن، نبغى اي شيء جديد في البيت. اتطور الموضوع بعد الجامعه صار مصدر دخل لي. نصيحه اخيره، اذا ما وافق ابوك روح لامك. حياكم الله، السلام عليكم، معاكم اخوكم فهد. موهبتي هي الفويس اوفر او الاداء الصوتي. تسالوني ايش معنى الاداء الصوتي او الفويس اوفر؟ هو جذب انتباه الشخص عن طريق الصوت، ما هو عن طريق مقطع فيديو أو شيء مرئي أمامه. كيف اكتشفت هالموهبة؟ اكتشفت هالموهبة عن طريق برنامج الواتساب. أرسلت ملاحظة صوتية أو فويس نوت إلى واحد من الشباب، رد علي بكل بساطة، نسى كل الموضوع وقال تصدق صوتك إذاعي، أنا برضو نسيت كل الموضوع اللي بيني وبينه ومسكت فيها الكلمة. كيف ممكن أحول مهارتي هذه أو الكلمة اللي قالها لي إلى موهبة صدق عندي؟ بديت أخذ أجزاء من كتب أقراها بصوت عالي، بديت أخذ دورات في الإلقاء وأطور من هالموهبة اللي عندي. هنا تحولت وانتقلت إلى المرحلة الثانية، اللي هي كيف ممكن أحول موهبتي هذه وأخليها مصدر دخل بالنسبة لي. بديت أتعاون مع بعض الشركات والمؤسسات الصغيرة، بديت أسجل بعض التطبيقات، بعض المقاطع الفيديو، وبديت أسجل أيضا البعض الإذاعات، بعض الإعلانات بسيطة. في نهاية الكلام أحب أقول لكم، مهارتك هي أساس موهبتك. شكرا لكم على حسن الاستماع، حياكم الله، تفضلوا شوفوا معي الموهبة اللي. أهلا وسهلا، حياكم الله. خلصت المواهب الماضية صح ولا لا؟ وش مريتوا على الرسام والطباخ الشيف والكاتب، ومريتوا على فهد فني الصوتيات صح ولا لا؟ طيب موهبتنا الرابعة خجولة وزعلانة. ليش خجولة وليش زعلانة؟ هذا شيء ضروري لازم نكتشفه. خجولة لأنها زي ما انتم شايفين مستحية تواجهكم، مستحية تطلع لكم، وهي متخبية خلف الستار صح؟ صح؟ أوكي، ليش لا؟ هي صح متخبية خلف الستار. الشيء الثاني زعلانة لأنكم مريتوا على مواهب غيرها وما شجعتوها، ما حفزتوها، وما خليتوهم يكسبوا طاقة أكثر. لذلك الموهبة الرابعة تطلبكم طلبين. الشيء الأول واحد يجي هنا يستقبلها والبقية يشجعون ويصفقوه، أوكي؟ طلبين سهلة ولا صعبة؟ سهلة؟ طب ممكن تجي هنا تستقبلها؟ إيه نعم، إذا ممكن. إيش اسمك؟ وليد. وليد يعطي العافية. وليد تبرع واخذ منكم مهمة اللي هي الاستقبال، باقي مهمة ثانية اللي هي التحفيز. اتفقنا؟ مهمة سهلة عليكم صح؟ طيب راح نكتشف الموهبة الرابعة اللي هي نفسه هو الأستاذ وليد، هو بحد ذاته موهبة، وأنتم أيضا بحد ذاتكم موهبة. حييتوا وليد، ما قصر لأنه كسر خجلة وطلع من خلف الستار صح؟ حييتوه. وأيضا هو بحد ذاته مؤمن بموهبته وطلع من خلف الستار. لذلك أنا أبغى كل واحد فيكم وكل واحد في هالمجتمع إنه يسوي حاجتين، يكسر خجلة ويطلع خلف الستار ويجبر اللي حوله يصفقون له، مو بعشان أقوى منه، مو بعشان هو موهبته شيء خارق للعادة، لا، لأنه فقط مؤمن بنفسه ومؤمن بذاته ومؤمن أن أي موهبة في هالعالم راح تفيد المجتمع. ويعطيكم ألف عافية، شكرا لك. بعد ذلك ينتقل الزائر إلى محطة جرب التي تستضيف موهوبين لإلهام المشاركين، مع إتاحة الفرصة للشبان والشابات لعرض مواهبهم واستخدام بطاقات جرب التي تتضمن تجارب إثرائية متنوعة. ويلتحق المشاركون بحلقات نقاش يقدمها مختصون بمجالات متنوعة بهدف إطلاق الموهبة وتعزيزها. السلام عليكم، معكم مرام السناري. هنا حابة أقدم محطة جرب، تجربة جديدة ممكن تكون للناس. احنا حابين نقدم شيء جديد، أسئلة، خمس أسئلة ممكن الواحد يسألها نفسه قبل ما يجرب أي تجربة جديدة. الخمس أسئلة اللي هي موجودة احنا هنا عندنا، مثل إيش أنا ممكن أجرب، إيش الطريقة اللي أنا أجرب فيها، متى أنا ممكن أجرب. وعارضين هنا مجموعة من التجارب، كل تجربة مختلفة عن الثانية. في بعضها تجارب أنا أقدر أجربها هنا، وفي بعضها التجارب أنا أقدر أجربها برا. في ممكن تكون تجربة سبق نفذتها أنا، ممكن تكون تجربة ما قد جف بالي أني أسويها قبل، وعدة تجارب مختلفة. فإحنا هنا نبغى من كل واحد يأخذ كارد واحد يقرأ التجربة اللي عنده،
وممكن يشاركنا كمان تجربته. فمثلا أنا عن نفسي كان عندي صعوبة تقريبا قبل سنة أني أوقف نفس الوقفة وأتكلم قدام الناس عن أي حاجة تهمني، فمع الوقت قدرت أكسر هالحاجة، جربت شيء جديد وكسرت حاجز الخوف. فمثل ما أنتم شايفين الحين، مثلا أنا واقفة أتكلم قدامكم يوم عن يوم أنا أجرب تجارب جديدة عشان أكتشف منها إمكانياتي، مهاراتي، إيش أنا ممكن أنمي فيني، أعرف مواطن الضعف، مواطن القوة عندي. وشارك العديد من الشبان والشابات في ورش العمل التي نظمها سوق المواهب، تعرفوا من خلالها على كيفية الاستفادة من الموهبة وميزات العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومزايا العمل التطوعي وقيمته. ماك كافيه هي شركة متخصصة في القهوة. بدأنا مشروعنا عن طريق متجر إلكتروني نوفر فيه أدوات القهوة وحبوب القهوة ومعداتها. تطور الموضوع وإن شاء الله راح يكون عندنا لوكيشن في بداية 2018. شغال في المشروع هذا تقريبا من أكثر من سنتين، وبالنسبة للفكرة شغال فيها كدراسة جدوى أكثر من 8 شهور حاليا. إلى الآن ما بدينا أي شيء من 8 شهور، وإن شاء الله قريب الفكرة ترى النور. نقدم القهوة وعندنا أنواع خاصة فينا من الحلويات، وإن شاء الله لما يوم الافتتاح تجيكم دعوة وتشرفونا وتشوفون الطريق اللي نقدمه. احنا شركة سعودية مهتمين في مجال الابتكار وتصنيع المنتجات. حاليا لدينا منتجين الحمد لله مملوكة ببراءة اختراع دولية لنا كشركة، وشغالين في مجال تصنيع أو ابتكار المنتجات للأشخاص. فأي شخص عنده فكرة وحاب أن يشوف على أرض الواقع مثل ما سوينا مع منتجاتنا يقدر تواصل معنا، نساعده في بحث وتطوير الفكرة وصولا إلى تسجيلها كبراءة اختراع وتصنيعها كنماذج أولية أو نماذج نهائية. أحد منتجاتنا إن شاء الله راح يطلق الشهر الجاي في كيك ستارتر كأول أو واحد من المنتجات الوحيدة في الشرق الأوسط تطلق بشكل عالمي في أمريكا والاتحاد الأوروبي وأيضا في السوق الخليجي. شاركنا في المعرض هذا، كان لنا مشاركة في المعرض السابق وحصلنا فائدة. أغلب الموظفين أو بعضهم الموجودين معنا اليوم كانوا من الأشخاص اللي وظفناهم في المعرض السنة الماضية. السنة هذه نبحث عن أشخاص مهتمين في الإلكترونيات كمهندسين إلكترونيات أو أشخاص مهتمين في تطوير البرامج سواء كانت للأندرويد أو للآيفون. الطموح أن نوصل بالصناعة السعودية أنها تصير ستاندر للصناعات العالمية. كل المنتجات اللي عندنا ما في مثلها في العالم، فإحنا البلد الوحيد اللي راح نصدرها للعالم بشكل كبير. فيكون مع السنوات الجاية المنتج السعودي له قيمته، مو بس كجودة صناعة أيضا كفكرة، كيفتح سوق جديد لمنتجات جديدة. اللي عنده ابتكار هو التوجه الجديد للدولة الحمد لله مع رؤية 2030 هو على التصنيع أو على أنه يكون في مصادر كبيرة للموارد للدولة. أنت أهم شيء ثق في فكرتك، ابحث عنها، ولازم تقوم بالمبادرة من نفسك، لا تنتظر أشخاص ثاني يساعدونك، أنت ساعد نفسك، بادر، ومن بعدها أي شيء راح يجيك والنجاحات راح تتوالى لك إن شاء الله. اللي عنده فكرة، الفكرة لحالها ما تعتبر شيء. في ناس كثير مهتمين في أنه ما يشرح فكرته لأحد، هي صح تعتبر مهمة لكن بدون التنفيذ ما تسوى تقريبا إلا 1 إلى 10% بالكثير. لكن في أكثر من شخص بنفس الوقت عندهم نفس الفكرة، العمل أو إطلاقها للعالم هو الشيء اللي راح يقيس نجاحها بشكل كبير. Thank you.
تأتي مبادرة سوق المواهب ضمن سلسلة البرامج والفعاليات التي ينظمها مركز الملك سلمان للشباب لتحقيق الطموح المهني لجيل الشباب بطرق مبتكرة، إضافة إلى تعزيز المساعي الحكومية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بداية بسوق المواهب وفق رؤية 2030 والتي تحتمل طاقة وجهد كبير من الشباب، يركز مركز الملك سلمان للشباب على استثمار تلك الطاقات. الآن في فعالية سوق المواهب والتي أقيمت في جدة في بداية العام ومن ثم الشرقية والآن في ختام الرحلة في الرياض، نحاول أن نستثمر طاقات الشباب من خلال اكتشاف ذواتهم. عندنا محطتين هنا في سوق المواهب، اللي هي محطة مستكشف المهارات، تكتشف ذاتك، تعرف أنه عندك موهبة وليس الموهبة التقليدية، ممكن تعرف نفسك كيف ممكن تسقل موهبتك حتى تصير مصدر رزق لك. المحطة الثانية عندنا هي رواد الأعمال، احنا وفرنا لهم منصة لأن ما عندهم HR vacancies، ممكن يعرضون part-time jobs، full-time jobs، ممكن يعرضون شريك مؤسس، وكل هذه وفرنا لهم الموهوبين ممكن يجونهم حد عندهم ويقدمون على فرص العمل. المثير في الموضوع أنه إحنا بدينا بجدة وكانت الأعداد كبيرة، 7000 إلى 8000 زائر، ومن ثم في الشرقية تقريبا إلى 2000 زائر، حتى الآن في الرياض لم نحصل الأعداد ولكن متوقع أن نصل إلى 15 بإذن الله 1000 زائر. في الشرقية عملنا قياس أثر للفعالية، المركز ملك سلمان يحاول جاهدا أن يعمل على المشاريع النوعية التي تؤثر وتغير في الشباب، فحصرنا مجموعة أجوبة من الشباب محتاجين لمثل هذه الفعاليات التي تكتشف مهاراتهم. احنا الآن نقدم لهم الوسيلة اللي هي الأداة وهم يبحثون عن ذواتهم. ومن ناحية رواد الأعمال فالمنصات مقدمة مجانا مركز ملك سلمان للشباب، يعرضون فيها جميع الوظائف وكذلك دعم لهم من ناحية العلاقات العامة وكذلك ماركتينج الماركت وايز. ويخطو مركز الملك سلمان للشباب خطوة إضافية على طريق تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إذ يحقق سوق المواهب الطموح المهني لجيل الشباب بطرق مبتكرة، ويعزز المساعي الحكومية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي فقرة قبة الإلهام يعرض أكثر من فيديو لتوجيه الشباب وتحفيزهم لطرح حلول وابتكار أفكار جديدة. طبعا هذه مشاركتنا الثانية بعد مشاركتنا في الدمام، طبعا مسؤول عن قبة الإلهام، نحاول قدر الإمكان أن الناس تدخل من عندنا ملهمين أو يخرجوا كمان بصناعة فكرة إبداعية. طبعا يتميز هنا القبة أنه مو مجرد أن يكون عندك فكرة إبداعية وتتوقع نفسك أنك تنجح وتخرج للسوق، يجب أن يكون عندك فكرة إبداعية مستدامة. نقول دائما للشباب 90% من المنشآت الصغيرة المتوسطة بيخرجوا من السوق بعد سنة، لكنك تتخيل كانوا مجرد انه كانوا عندهم فكرة إبداعية. فاحنا بنحاول في القبة انه نخلي الفكرة من خلال 12 خطوة انها تكون فكرة إبداعية ومستدامة وقابلة للتطبيق. احنا بنتكلم على 4 خطوات مهمة جدا لصناعة فكرة إبداعية، يجب انها تمر بالطلاقة والمرونة والأصالة والتفاصيل. كل مربع من المربعات هذه 4 بتخرج منها 3، يعني كيف تكون عندك مجموعة افكار. فإحنا بنقول له من خلال هذه الطلاقة أنت لازم يكون عندك عصف ذهني فردي، عصف ذهني جماعي مع المهتمين، وكذلك من خلال محركات البحث. كده الآن صار عندك مليون فكرة، طيب إيش تسوي فيها؟ تخش مرحلة المرونة اللي هي تصفية الأفكار. كيف أصفي الأفكار؟ بناء على إمكانياتي، بناء على الأهداف اللي عندي، بناء على معايير محددة. طيب صارت المليون كم؟ 10 أفكار خلاص؟ لا، الآن أبغى واحدة فكرة، يلا اعطيني كيف تخرج الفكرة أصيلة وإنه الناس تبغاها. عندك 3 مرشحات إنها تكون قيمة مضافة، شيء مو موجود في السوق. من خلال الخبراء والمختصين يقولوا لك والله تراها قيمة مضافة، من خلال الانديوزرز المستفيد نفسه روح أسأله. فكذا الآن صارت الفكرة أصيلة. ندخل للمرحلة الأخيرة اللي هي التفاصيل، كيف يمكن تطبيقها؟ يمكن تطبيقها من خلال رسم التحديات والمعيقات والمعينات، وبالتالي استعين بالمعينات وأعمل عليها خطة، وآخر شيء اللي هي العينة الأولية والنموذج الأولي، وبعدين أخرج للسوق. التحديات اللي تواجههم كبيرة جدا، في بعضها ما هو ذنب لهم فيها والآن عاملين عليها، زي منشآت الجهات اللي لا علاقة بريادة أعمال تعمل على تذليلها، اللي هي عمليات إجراءات وسياسات في دخولهم في السوق، بعض الرسوم فقاعدة تتفكك. فخلينا نقول هذا تحدي كبير جدا، لكن جهات عليا قاعدة تفككه، زي ما أنت شايف البلد الآن مع الرؤية قاعدة تفكك لهذه القضية. النقطة الثانية اللي هو عملية السرعة والدخول إلى مجالات بعيدة عن مجال الشخص. يعني الشخص حلو انه يكون عندك يو هاف تو هاف باشن ويكون عندك اهتمام، لكن ما يكون عندك خلفيه علميه ابدا عنه ولا خلفيه مهاريه ولا تستقطب ناس عندهم خلفيه، فطبيعي انك تسقط. فهذه عمليه احسها من التحديات الكبيره. الامر الاخير اللي انا قلت لك عليه موضوعنا في القبه،
اللي هو مجرد انه فكرته جديده، خلاص فكره جديده انا انزل السوق وانجح، وبالتالي بيلاقي نفسه انه لا، الموضوع ما هي بس فكره جديده، كيف تحافظ على الفكره الجديده، كيف تقيم الفكره الجديده، كيف يعمل عمليه الجروث، عمليه النمو في الفكره الجديده، كيف اذا جاء منافس يسموه البلوش، يجي المنافس الضخم هذا الشركات الكبرى تيجي ممكن تغطيه، فكيف تكون جاهز انك تكون يا جزء منه يا تكون قيمه مضافه له. فهذه بعض التحديات اللي واجهوها. أقول هذا الزمان زمانكم، لكن في نفس الوقت لا يغركم أنه أصبح الجميع يتكلم في ريادة الأعمال والجميع يحب هذه ريادة الأعمال، فبالتالي أنه خلينا نقول بحر سهل السباحة فيه، هو بحر مفتوح وللجميع وجميل وشاطئ جميل، لكن نتعلم السباحة، فبالتالي هناك مهارات يجب أنك تتدرب عليها وتدخل هذا البحر وإنت إن شاء الله تستمتع وتفيد وتستفيد. والمجال الآن كل ماله يكبر، أتمنى أنه نشوف غير عالم التطبيقات اللي كثير من شبابنا الآن أصبح عنده مؤسسات مبنية على تطبيقات ذكية، أتمنى أنه ندخلوا في مجالين، مجال التقني والمجال الصناعي، لأنه مجال خصب ولسه ما في أي تنافسية. تعقد مبادرة سوق المواهب حلقات نقاش متنوعة للمشاركين في الفعاليات من مالكي المنشآت ورواد الأعمال، وتستضيف مختصين لمناقشة العوامل المؤثرة في تحسين وتطوير بيئة العمل وتحفيز الموظفين. كل الورش الموجودة هنا والمتحدثين يقدمون خدمة أساسية، هي كيف تتعرف على مهارتك أو موهبتك وكيف تستخدمها. الشيء الثاني سوق العمل، وش فيه فرص وكيف أنت تجهز نفسك لها. واحد يقولك والله نبغى شخص ينتبه للتوقيت مثلا أو الوقت، التايم مانجمنت، طيب كيف أقدر أسيطر على وقتي أو كيف أبذل جهدي بحيث أن أقدر أسيطر عليه. كل الورش تدور عن هذا الجانب، كيف نطور مهاراتنا بحيث نقدر نستخدمها في سوق العمل. اللي عنده فكرة يجي ويشوف الأفكار كيف طبقت عشان يعرف كيف يقيس فكرته. ففي الأساس مو بالهدف أنك تجي تسبق فكرته الآن، لكن على الأقل تشوف تجارب الآخرين وتقارنها بفكرتك الموجودة في بالك، تتعلم من الأشياء الموجودة قبل لا تسوي شيء. دائما الفرصة مناسبة للشباب والبنات أنهم يطلعون ويجربون ويشوفون الأشياء الموجودة. اليوم في سوق المواهب هدفنا الأساسي أنه يا جماعة فيه مشاريع جديدة موجودة في السوق، لكن الشباب والبنات مو عارفين كيف يشتغلون وياهم، وش المهارات المطلوبة، وش المشاريع اللي قاعد تناسبهم أو ما تناسبهم، حتى كيف ممكن يبدون مشاريعهم الخاصة. يجون هنا يتعرفون على الأشخاص المناسبين ويعرفون كيف يكتشفون مواهبهم أو كيف يستخدمون مهاراتهم في جانب عملي حقيقي يقدرون من خلاله بعدين يحصلون على الوظيفة أو يبدون مشاريعهم الخاصة. الورش، المتحدثين، المشاريع الموجودة كلهم يدورون حول مفهوم أساسي واحد، أنت عندك مهارة، عندك موهبة، تعال شوف وين ممكن تقدر تستخدمها. اطلعوا يا جماعة، اطلعوا من أماكنكم، مكاتبكم الصغيرة، دراستكم، بيوتكم، اطلعوا وقابلوا الناس، شوفوا ايش في موجود، مين قاعد يشتغل، إلى أن تجدون طريقة مناسبة للعمل في أعمالكم الخاصة. احنا قدمنا اليوم ورشة عمل لمهارات استقطاب المواهب للشركات الصغيرة أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. هذا كان موضوع حوارنا اليوم. احنا تكلمنا عن ما هي التحديات اللي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب الموظفين، وايضا تكلمنا عن بعض الحلول اللي يجب على اصحاب المنشآت انه ان يعملوا بها لتجنب مثلا الاستقالات وغيرها. ذكرنا اذا حبيت مثلا من الامثله انه يجب يكون هناك مرونه في ساعات العمل، يجب ان يكون هناك مرونه في التعامل مع الموظفين المنشآت الصغيره المتوسطه، بالاضافه الى ان يكون هناك بعض الميزات التي لن يستطيع الحصول عليها في منشآت كبيره. اكثر الشغلات والاقتراحات اللي عرضناها عليهم هي اقتراحات وبرامج قد ما تكون مادية مباشرة، قد تكون اندايركت. يعني الحقيقة احنا دائما مواضيعنا حول التطوير والاستراتيجية للشركات، ف يعني التفاعل مع الأسئلة، يعني كثير من الشركات الآن حتى الصغرى عنده توجه كثير للاستقطاب ومتحمسين جدا للعمل واستقطاب حتى المواهب السعودية، وهذا شيء جيد. كلمة أوجهها لأصحاب المنشآت الصغيرة المتوسطة ورواد الأعمال بأن يحرصوا على التوظيف السليم بالبداية، لأنه سيكون عون بعد الله على نجاح العمل. وشهد سوق المواهب حضورا لافتا ومشاركة فاعلة من فئات المجتمع كافة، من شباب وشابات تنافسوا على إظهار واستكشاف ما لديهم من مواهب من خلال الأركان المتنوعة والأنشطة التفاعلية في أروقة السوق، وفق استراتيجية تصب أهدافها على إلهام الشباب ودعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، ليكون المركز حلقة وصل بين المبدع الباحث عن فرصة عمل تثبت قدرته وأرباب العمل. شركة هانديا شركة ناشئة، شغالين في براندنج مانجمنت اللي هي عبارة عن ماركتينج وديزاينر. هدفنا إنه نجعل الأفكار سعيدة. إحنا من السنة هذه من عام 2017 هي شركة ناشئة لحد الآن،
عندنا ستاف بسيط، نحتاج احنا جينا هنا سوق المواهب عشان نبحث عن المواهب اللي ممكن تساعدنا، واحنا برضو بنفس الوقت نساعدها. الاقبال المعرض بشكل عام جدا جميل، والمعرض مدته طويله، فالزوار راح يكونوا متفرقين والترتيب جدا ممتاز. بالنسبه للبوث حقنا العدد جدا جميل، وكنت اتوقع اقل من كذا، فعدد السفيات اللي عندي جميله، وبرضو المواهب اللي قابلنا جدا ممتازه الحمد لله. رؤيه ها اندياء في عام 2020 باذن الله يكون عندنا 2000 فكره ابداعيه و200 موظف. خصص سوق المواهب حيزا للشركات الناشئه والصغيره التي تعرض فرص عمل متنوعه للموهوبين من الشباب والشابات، مع توفير منصة للاستشارات القانونية لمالكي الشركات المشاركة. مشاركتنا في سوق المواهب نبحث عن موهوبين وأصحاب الطاقات من شبابنا السعوديين. دوارك هاب باختصار ساحة عمل مشتركة تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، ونوفر لهم الخدمات المكتبية والاستشارية. الفكرة جت لشريك المؤسس في مصر، من مصر يعني. والله الإقبال جميل وناس موهوبين وطاقات نفتخر فيها الصراحة. استقطاب أكبر فئة من الموهوبين وتوظيفهم لدينا. يفتح سوق المواهب أبوابه للشركات المهتمة بتحسين بيئة العمل، وذلك عبر فعالية سوق الفرص التي تستهدف أصحاب المنشآت الذين يبحثون عن موظفين، والذين على وشك بدء مشروع تجاري ويستكشفون الفرص المتاحة، والمواهب الذين يبحثون عن فرص عمل متميزة. احنا نشارك اليوم في سوق المواهب لغرض استقطاب المواهب في تخصصات معينة، نبحث عن أشخاص مبدعين متعددي المواهب بغرض الاستثمار فيهم وتوظيفهم سواء بدوام كامل أو دوام جزئي أو منح فرص للعمل بالمشروع. مفاهيم بارعة طبعا، شركة متخصصة في العلاقات العامة والإعلام والنشر وإدارة الفعاليات والتسويق الإلكتروني والمسؤولية الاجتماعية. لنا الآن تقريبا 7 سنوات في السوق السعودي، نطمح إلى عمل علامة تجارية رائدة تنطلق إن شاء الله من المملكة العربية السعودية إلى خارج الوطن. فجرت العادة طبعا أنه يستقطب الأسماء عالمية للعمل في المملكة، لكن واجهت صعوبة ومعوقات في مسألة الفهم الثقافة المحلية. احنا دورنا هنا كشباب سعوديين ومؤسسة سعودية بنسبة 100% عمل مشاريع وبرامج تعتمد على فهم الثقافة المحلية. طموحنا طبعا نكون من الشركات الرائدة في مجال العلاقات العامة والإعلام، والعمل طبعا مع شركاء مهمين في السوق المحلي، وأيضا خدمة صناعة العلاقات العامة وتطويرها إلى معايير عالمية برؤية محلية. ويشمل الفعاليات محاضرة تحفيزية تتيح للزوار حل اختبارات قياس عملية، مع وجود مرشد يعطي نظرة عامة موضوعية عن الاهتمامات والمهارات، وتتولى منصات الإرشاد المهني تقديم نصائح وإرشادات للشبان والشابات حول كيفية تطوير مهاراتهم
ومسارهم المهني. شركة علو شركة تركز على بناء وتطوير البرامج المتخصصة في مجالين، مجال ريادة الأعمال ومجال التطوير المهني. يعني نسمع كثير من أفراد المجتمع يقول عندي فكرة ويبي يطبق البزنس ويبغى يتحول من كونه موظف إلى صاحب عمل حر، وكثير من الأفكار تفشل، فحنا نحاول نعالج التحديات اللي يواجهها الشخص بتوفير برامج متخصصة ومستشارين وخبراء في شتى المجالات اللي تهم رائد الأعمال. كذلك برنامج مثل برنامج رزق، برنامج مدته أكثر من شهر يفيد رائد الأعمال أنه يبدأ البزنس إن شاء الله الناجح. كذلك هنا في سوق المواهب اليوم على سبيل المثال نقدم برامج التطوير المهني، نحاول في هذه البرامج معالجة تحديات الشباب في إيجاد الوظيفة المناسبة. دائما نسمع حنا أن سوق العمل ما يوظف، سوق العمل فيه صعوبة، وهذا حقيقي، فحنا نحاول نسهل هذا التحدي على الشباب في وضع برامج متخصصة، اكتشاف الذات، رؤية أو معرفة الوظيفة الأنسب له، كيف يقدم على الوظيفة هذه، كيف يتدرب على المقابلة الشخصية، كيف يقدم سيرته الذاتية بالشكل الأمثل اللي بإذن الله يضمن لنا يحقق طموحه ونسهل الصعوبة اللي دائما الشباب يمرون فيها. طموح علو أننا إن شاء الله نعلو أكثر وأكثر بالشباب وبالمستشارين المميزين اللي عندنا، فإذا الله يسر نبي نكون إحنا المنصة التي تسهل للشباب وأفراد المجتمع جميعا بما فيها المنظمات حتى والجهات المختلفة، أن يكون فيه منصة توفر لهم، منصة طبعا حقيقية توفر لهم المعرفة والخبرة اللازمة اللي ما تتوفر للناس في الأحوال العادية وتنقصهم الخبرة فيها، وبحول الله نعلو بالشباب بحول الله. ونقول للشباب دائما لا تخلي حياتك عشوائية، دائما فكر كيف تقدر تطور من نفسك، كيف تقدر تصل لهدفك طموحك. ترى يعني اترك المحبطين والوضع اللي احيانا تشعر انه محبط قد ما يكون حقيقي، بل بالعكس حاول انك تصل لهدفك وحاول انك تجد الطرق المناسبة لتطوير نفسك بالشكل الأهم، وابعد عن العشوائية زي ما قلنا وخطط لحياتك بشكل أمثل. ويتيح معرض المواهب التفاعلي للحضور الاستفادة من خدمات متنوعة تساعد في اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم، ويستهدف الشبان والشابات الباحثين عن فرص عمل في المنشآت الناشئة والصغيرة الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم المهنية، الذين على رأس العمل ويرغبون في اكتشاف فرص عمل أخرى متاحة في السوق. أبلاي أكيد عبارة عن تطبيق يوفر لك خدمة تأكيد الحجوزات بشكل أساسي، أو على الأقل هذه الفكرة اللي بدأت التطبيق، والآن إن شاء الله خلال الأيام راح يكون وكالة سفر كاملة مع بالإضافة إلى خدمة تأكيد الحجوزات اللي حتى الآن هي حصرية. المؤسس حق فلاي أكيد كان عنده سفرات دائمة بين الرياض وجدة والرياض والدمام، رحلات اللي عليها زحمة، فكان يطلب من زوجته الدول لحجز لرحلات العمل، ففي هذه الرحلات يصعب توفر الإمكانية في بعض الأماكن أو بعض الأوقات، فتبحث عن الموقع الخطوط السعودية ولا ناس ولا حسب إيش الموفرين الخدمة، أحيانا تتوفر أحيانا لا. في نفس الوقت أحيانا يكون في رحلات عائلية يقول لها ابحثي مثلا عن رحلة رياض المدينة، فكانت تبحث بشكل أكبر، فكانت تستمر ساعات على موقع الخطوط تحديد حتى يتوفر مقعد. فاكتشف أنه إذا في متابعة تتوفر المقاعد، الناس كانوا يلغوا رحلة واللي ما سدد راح على المقعد أو غيره. فأول ما بدأ التطبيق كان مجرد حل إلكتروني إنه يبحث بشكل مستمر عن الشروط اللي أنت حاطها إلى أن يتوفر ويحجز لك المقعد ويشتري لك التذكرة. كان حالياً يخدم فقط المشغلين المحليين، خلال أيام راح يخدم جميع خطوط العالم بإذن الله بنفس الخدمة اللي هي توفير الحجوزات، سواء المتوفرة ولا غير المتوفرة. التطبيق بدأ في رمضان في 2015، حتى إنه أنت كأنه تسرب أكثر من أنه بدأ التطبيق، لأنه ما صرفنا عليه أي تسويق تقريبا، مجرد أنه عطيناه ناس حتى يجربونه. الناس عجبهم التطبيق لأنه جاب لهم حد في وقت موسم كان صعب جدا أنه توفر حجوزات، فنشروه بين أهلهم وأصدقائهم، ومجرد بالسمعة وصل إلى أكثر من 500,000 مسافر حتى الآن بدون أي تسويق. طموحاتنا إن شاء الله أنه بنكون وجهتك الأولى والأخيرة في البحث عن الرحلات، سواء بكل احتياجاتك تبدأ من خطوط الطيران وتوصل للفنادق للسيارات كوجهة كاملة لجميع الأشياء احتياجاتك السياحية. جميل جدا، أكثر مما توقعت، يعني الزوار تعجبهم الأفكار اللي هي مختلفة شوي عن غيرها، فشايفين أنه في فكرة في تميز معين في فلاي أكيد،
ففي عندهم رغبة أنهم كثير منهم أبدوا رغبتهم أن يشتغلوا معنا، لأنه في لا زال في مجال كثير للتطوير. مهمتنا مؤسسة تنظيم معارض ومؤتمرات وإدارة حشود، طاقمها بالكامل ولله الحمد سعوديين. نظمنا فوق 70 فعالية، لنا مشاركات كثيرة، آخرها كان فعالية ملحمة وطن اللي في اليوم الوطني. دائما وأبدا ندعم الشباب السعودي أنه يطلع ويشتغل معنا بمقابل مادي. أول شيء إحنا نشكر مركز الملك سلمان للشباب، وشكر خاص للأستاذ محمد عسيري اللي جمعنا في هذا المكان. للأمان إحنا لقينا شباب عندهم روح كبير أنهم ودهم يشتغلون، بس محتاجين الفرصة، وهذا المكان هم اللي يلقون فيه الفرص الوظيفية. أكرر شكري لمركز الملك سلمان للشباب، شكرا للشركات اللي حضرت، وأتمنى التوفيق بالكامل للشباب اللي جو، والله يعطيهم العافية بإذن الله. طموح مهمتنا أنها تكون شركة تشرف الوطن وتشرف السعوديين بشكل كامل. عيد وكرر الحمد لله إحنا طاقمنا سعودي بالكامل من وإلى، فنطمح أننا في المستقبل نكون واجهة للسعودية ونرفع بها رؤوس أبنائنا وبناتنا الشابات. إحنا ما عندنا عمل تطوعي في النهاية، إحنا بمقابل مادي، ما الشغل عندنا ما هو بالمجان، مكافآت يومية للمنظمين والمنظمات باليوم لا تقل عن 200 ريال. التطوع احنا عندنا وجهة نظر انه التطوع دائما للمؤسسات الغير ربحية، لكن هذا هو اللي نقدر نصنفه تطوع، لكن كمؤسسات ربحية احنا نرى انه المقابل المادي هو الافضل. قدمت مبادرة سوق المواهب التي عقدت في وقت سابق من العام الحالي في كل من الرياض وجدة مفهوما جديدا في كيفية استثمار المواهب، ما أسهم في مشاركة 14178 شابا وشابة باحثين عن عمل في المدينتين، إضافة إلى 104 شركات عرضت 1061 فرصة عمل للشباب، وحصل المشاركون على 476 استشارة قانونية و330 استشارة مهنية. معرض جميل صراحة، يعني اسم على مسمى سوق المواهب، في مواهب كثير مشاركة هنا، وما شاء الله المملكة العربية السعودية عندنا مواهب كثير، وسواء مواهب طلعت للسوق مواهب طلعت، مواهب لا جالسة في البيت للحين تنتظر الفرصة أنها تطلع، فهذا مكانها. يعني أعتقد أنه ما في واحد راح يجي هنا لو يدور كل البوثات اللي موجودة، أعتقد أنه راح يلاقي وين إبداعه فيه، راح يلاقي موهبته، ممكن يسقلها بتعاونه مع أحد الشركات، ممكن يتوظف في أحد الشركات، ممكن يفيدهم هو في البيت، أيا كانت الوسائل هذه، لكن أهم شيء أنك تسقل الموهبة اللي موجودة عندك. أول شيء العمل جميلة صراحة، أنا جاي أحضر هنا واحدة منهم خاصة بأحد المصممين، كان في قبلها لأحد شركات التوصيل. بالعكس هذه الأشياء تفيد، يعني حنا لما نكون في البيت ونشوفها في اليوتيوب نستفيد، لما نقرأ في مجلة حق رواد أعمال نستفيد، ما بالك لما نحضر هنا ونلاقي نفس الشخص ونسأله ونستفيد منه. ما أكيد شيء طبيعي أنه راح تفيد أي شخص، لو استفدت 5% بس مو 100%، لو استفدت 5% فأنت في النهاية مستفيد. والله المعرض جميل ومنظم، وأحسن ما فيه أنه خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. الشركات الناشئة معروف أنها منجم خبرات ومصنع فرص، فخبرة الواحد لما يتوظف فيها خصوصا في البداية بعد التخرج أفضل بكثير من أنه يتوظف في شركة كبيرة ممكن ما يشتغل فيها إلا شغلة واحدة معينة. حصلت صراحة عدة شركات، ميزة المعرض أنه كان جدا منوع، فكان حصلت شركات في مجال تخصصي وفي مجال اهتماماتي وهواياتي اللي أنا أشتغل فيها كثير، ففرصة يعني أني أكون بروفيشنال فيها وأشتغل فيها كبارت تايم على الأقل. فحصلت عدة شركات سواء مجال تخصص أو في مجال الهواية وعمل الجزئي. وبالتزامن مع معرض هذا العام تم إنشاء تطبيق خاص لسوق المواهب ليكون منصة متاحة طوال العام للموهوبين وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة. احنا تطبيق على الجوال يطلع لك العيادات الخاصه اللي حولك سواء اسنان جلديه بشره تجميل وشعر، تقدر تصفح العيادات كدليل المستخدم بحيث انه تشوف تقييم الناس اللي قبل جربوا العياده، التعليقات، اسماء الاطباء الموجودين والمشاركين في العياده نفسها، صور من داخل العياده، من خارج العياده، اوقات العمل، رقم التواصل، تفاصيل كثيره جدا. التطبيق اتت فكرته يعني من كم سنه، كنت مسافر خارج السعوديه بحكم انه البلاد اللي رحت لها ما اتقن لغتهم ولا ادري العيادات الموجوده عندهم اسنان. كطبيب اسنان انكسر سني بعد ما اكلت شيء قاسي وقلقت شوي حقيقه يعني،
فقعدت ادور عيادات موجوده، ما قدرت اجازف بنفسي اني اروح لعياده في الدوله اللي انا موجود فيها بحكم عدم معرفتي بالعيادات الموجوده هناك. فمن هنا جت الفكره انه ماذا لو واحد مثلي في السعوديه عانى من نفس هذه المشكله. احنا التطبيق عندنا يعمل كدليل للمستخدم بحيث انه يشوف تفاصيل العيادات اللي حوله كامله في المدينه. عندنا قسم خاص للعروض بحيث اي عياده عندها عرض معين تقدر تعرضه عندنا بضغطه زر توديك لمن العياده صاحبه هذا العرض. نظرتنا المستقبليه انه نتوسع اكثر في المجال الصحي كامل، وايضا نتوسع في السعوديه كامله. متاح الان بشكل مجاني على منصه الاندرويد والايفون. حقيقه الاقبال كان مذهل بشكل ما كنت متصوره حقيقه، يعني جانا اقبال كبير وعدد كبير من المقدمين والمهتمين سواء في مجال الستارت اب ولا حتى في الفكره نفسها. ختاما، يجب ان نؤمن بان لكل شخص موهبه يجب ان يكتشفها ويطورها، والفرص دائما موجوده. عليك ان تؤمن بقدراتك لتصل الى مرادك.